مريم خالد السيد، معيدة في كلية الإعلام وعندي 23 سنة. أنا عضوة في النادي من 20 سنة. أنا دخلت النادي وأنا عندي 4 سنين. كان بابا عنده هدف من أول ما دخل الكلية إن هو يبقى عضو في النادي الأهلي، وعلشان ولاده لما يكبروا يبقوا فخورين بإن هم أعضاء في الأهلي، ففضل يشتغل على حلمه ده لحد ما حققه لنا وبقينا أعضاء في 2001. فارتباطنا بالأهلي ما كانش اختيار، يعني احنا أول ما وعينا وأول ما فهمنا كان يعني احنا تربينا على حب النادي وعلى إن احنا نبقى بنشجع الأهلي طول الوقت بنبقى متواجدين في النادي. وأول يوم من حسن حظنا أول يوم اشتركنا فيه في النادي، أول يوم دخلنا النادي شفنا كابتن صالح سليم الله يرحمه، فإن انت تشوف الرمز اللي طول الوقت انت بتشوفه في التلفزيون تشوفه في الواقع وتشوف الهيبة اللي هو كان فيها، فدي طبعا كانت حاجة يعني محفورة في ذهننا طول الوقت. يعني وجودنا هنا بيمثل لنا حاجات كتيرة قوي في حياتنا، ان احنا مرتبطين بالمكان. اخويا هنا من وهو عنده 4 سنين بيلعب تنس، فاحنا طول الوقت متواجدين معاه في البطولات وفي الماتشات وفي التمرينات. يعني كنا بنقضي اغلب اوقاتنا في الاسبوع قاعدين في النادي وبنتفرج عليه وبنقعد مع الاعضاء. يعني عندنا عيله في النادي زي عيلتنا اللي بره، مش مجرد ان هم ناس بنشوفهم او معرفه سطحيه، بالعكس يعني ده في علاقات صداقات وناس يعني الواحد طلع بيهم كنز. يعني انا ارتبطت بالنادي عشان وانا طفله اخويا كان بيلعب تنس، فده خلانا ان احنا طول الوقت موجودين في النادي معاه في البطولات وفي التمرينات، فده يعني خلى عندي ارتباط بالمكان شديد جدا. ومن اكتر الحاجات اللي خلتني ارتبط بالاهلي هو ان انا كنت متفوقه دراسيا في المدرسه، فاتكرمت في كذا مره وعندي درعين للنادي في حفله المتفوقين دراسيا، فدي حاجه بتمثل لي شيء عظيم جدا ان انا امتلك في اوضتي درعين من النادي الاهلي، دول حاجه يعني كبيره جدا في حياتي. وده غير طبعا الارتباط بالكوره، من اكتر الحاجات اللي بابا طلعنا عليها ان احنا نحب الكوره ونشجع الاهلي. ومن اكتر الماتشات اللي انا فاكراها ماتش الاهلي والصفاقسي وجونا بوتريكا في الثانيه الاخيره من الماتش، اللي هو يعني كانت حاجه انت قاعد طول الوقت واحنا بنتفرج متاكدين ان هيجي جون علشان الحماسه اللي كانوا بيلعبوا بيها والاصرار اللي كانوا بيلعبوا بيه، فكنا متاكدين ان هم هيكسبوا. فدي كانت من اكتر اللحظات اللي فرحنا فيها في الماتشات. وماتشات تانية كتير يعني مش بس ماتش الصفاقسي. شادي محمد كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو دريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو دريكة بكل تأكيد. من أكتر الماتشات اللي معلقة في ذهني وبحبها جدا ماتش السوبر بتاع الأهلي والزمالك. الماتش ده كنا إحنا ساعتها مرينا بخسائر كتير، فكان الماتش ده نقطة فاصلة في إن أنت ما تيجي تبدأ السيزون الجديد لازم تبدأ بإن أنت كنت كسبان. فالماتش ده اللي كان في استاد هزاع بن زايد، وكان الكابتن حسام غالي خد مان أوف ذا ماتش فيه. الروح اللي كان الفريق كله بيلعب بيها في الماتش ده كانت حاجة يعني تدي للواحد إصرار وحماس، وإن أنت تزيدك فخر إن أنت بتنتمي للكيان ده. قدوتي في النادي على المستوى الرياضي كابتن حسام غالي، علشان شخصيته والكاريزما والغيرة بتاعته على النادي والغيرة على الكيان. يعني بحس ان هو في من شخصيتي ان هو ما بيقبلش الهزيمة، طول الوقت بيعافر ان هو يبقى نمبر وان، ان هم يكسبوا الماتشات، ان هم يبقوا بطل الدوري، ان هم يبقوا بطل الكاس، حتى لو الفريق كان مقصر، حتى لو هو نفسه كان مش اي وان في الماتش او في البطولة، بس هو دايما بيعمل على ان هو يقوم الفريق اللي معاه ويخليهم كلهم على قلب رجل واحد. ولو حد مش في المود او حد مش بيأدي احسن اداء ليه في الماتش،
بيروح يحمسه، ومن اكتر اللقطات المشهوره ليه لما كان رمضان صبحي بيعيط في ماتش الاهلي والزمالك وهو راح وطبطب عليه وقال له قوم وهنكسب. يعني ده روح القائد، ان انت يبقى عندك ليدر في الفريق، ده بيفرق معاك جدا في ان انت تبقى معتمد عليه بره وجوه. يعني انت عندك بره على بره الخط عندك مدرب مدير فني، وجوه الخط ما بيبقى عندك ليدر ده بيسهل عليك حاجات كتيره قوي. فهو ككاركتر ككاريزما كل حاجه بصراحه انا بشوفه قدوه وكادر اهلاوي يعني الواحد يفخر بيه. من اكتر اللقطات اللي بحبها وطول الوقت بحب اتفرج عليها للكابتن حسام غالي، اللقطه اللي هو وطى على الارض براسه وشاط الكوره في ماتش الترجي علشان ما تبقاش هجمه علينا. يعني دي قمه الاخلاص والتفاني في الحاجه اللي انت بتحبها وفي الكيان اللي انت بتنتمي ليه. دي من احلى اللحظات اللي بحب اتفرج عليها للكابتن حسام غالي. من اكتر الحاجات اللي انا مبسوطه بيها في الفتره الاخيره ان انا بقيت متواجده في النادي مع الشباب وفي تنظيم الايفنتات وتنظيم اعمال خيريه. بصراحه يعني الفتره دي بقى الواحد شايف دور كبير قوي للشباب في النادي، ورغم ان كل الحاجات اللي احنا بنعملها تطوعيه الا ان الواحد بيحس ان هو ليه دور وبيحس ان هو مؤثر وبيحس ان هو انا لو ما كنتش موجود لا كان ممكن الدنيا ما تمشيش بالشكل ده، كان ممكن النظام ما يبقاش بالشكل ده. تحس ان انت طول الوقت حواليك ناس بتقدرك ومش شايفه نفسها ان هي احسن حد، لا بتقول لك كمل واستمر وانت اهم حاجه في المنظومه وانت اللي هتبقى ليك مستقبل بعد كده، انت اللي هتشيل النادي بعد كده. فدي حاجه بتدينا حماسه ان احنا نستمر اكتر، ان يبقى عندنا الهدف ان احنا نشترك في تنظيم ايفنتات اكتر، في تنظيم اعمال خيريه، في زي تنظيم الافطار الجماعي اللي بيتعمل في رمضان كل سنه. الحاجات دي بصراحه يعني من اكتر الحاجات اللي الواحد كان مبسوط ان هو شارك فيها. عيله الاهلي بتمثل لي حاجات كتير قوي، في العيله اللي هي المصغره اللي هي مامتي وبابايا واخويا، هم دول من اكتر الناس اللي حببوني ان انا اكون اهلاويه وان انا لازم طول الوقت ابقى متواجده في النادي وبشجع النادي في كل البطولات وفي كل الالعاب الرياضيه، مش بس في الكوره لا، يعني كل الماتشات سواء باسكت بول فولي بول كل الالعاب الرياضيه لازم كنا نشجعها. وده كان بحافز من العيله اللي هي الاسره المصغره ماما وبابا. والعيله الثانيه بقى الاهم اللي هي عيله الاهلي اللي الواحد بيجي يشوفهم في النادي، اللي هم الاعضاء واصحابنا اللي بنيجي نقعد معاهم في النادي، دول فعلا عيلتنا، مش مجرد ناس معارف او ناس بنيجي نقعد معاهم نقضي وقت ونمشي، لا دول بنبقى مع بعض في الاوقات الحلوه، مع بعض في الافراح ومع بعض في الحاجات اللي يعني لا قدر الله الحاجات المش كويسه. كلها ناس بتخاف على بعض، ناس بتحب بعض، ناس بتقف في ظهر بعض في الاوقات الصعبه، ناس بتخاف عليك. ده يعني فعلا لقب عيله الاهلي هي عيله بجد، وهم لما بتحتاجهم بتلاقيهم جنبك، ولما بيبقى في ماتشات او بيبقى في ايفنتات كبيره انت طول الوقت انت لاقي ناس حواليك بتحبك، ناس معاك هدفها ان هي الكيان ده يبقى رقم واحد. من اكتر الحاجات اللي كان كابتن محمود الخطيب مهتم بيها من اول يوم جه في النادي كرئيس مجلس الاداره ان الاعضاء كلهم يبقوا عيله واحده، ومش بس الاعضاء، العمال اللي في النادي، الكباتن اللي في النادي، كل الناس تبقى عيله واحده بمعنى كلمه عيله واحده، مفيش فرق بين واحد والتاني، مفيش فرق بين ان انا عضو وان انت عامل، بالعكس كل الناس بقى عندها روح مختلفه، بقى عندها خايفه على المكان، خايفه على اسم المكان، خايفه، حاسه ان هي ليها دور مختلف، حاسه ان هي بتعمل دور مؤثر، حتى لو انت دورك صغير او شغلانتك بسيطه الا ان هي مؤثره، وعدم وجودك هيعمل خلل.
فالروح دي كان يعني يرجع الفضل ليها الكابتن محمود الخطيب ان هو من اول يوم في برنامجه الانتخابي كان عنده الهدف ان الاعضاء كلهم يبقوا عيله واحده، ايا كان انت حتى في الانتخابات انتخبت مين، انت كنت مع مين، انت المهم عندك ان انت دلوقتي احنا في الوضع اللي احنا فيه ده ان احنا كلنا نبقى ايد واحده، لان انت علشان تعدي اي مشكله او تعدي اي صعوبه هتقابلك انت لازم تبقى على قلب رجل واحد، زي ما زي المشاكل اللي واجهت الاهلي في الفتره الاخيره بدون يعني ذكر مشكلة معينة عديناها بسبب ان الاهلي كله كان متكاتف وراء رئيس النادي ان هو لا اهم حاجة عندنا الكيان، هنخسر فلوس مش مشكلة بس المهم ان صورة النادي ما تتهزش، هنخسر اشخاص مهمة بتلعب في اماكن مهمة بتلعب في مراكز مهمة في العاب مهمة بس المهم عندنا ان نمبر 1 هو الكيان يبقى هو رقم واحد، ما يبقاش ان تحب اشخاص انما انت بتعشق الكيان انما ما ترتبطش بالشخص وان انت تفضل معاه طول الوقت يعني زي ما بيقولوا بتطبل له، لا لما الشخص ده يغلط انت المهم عندك ان الكيان بتاعك هو اللي يفضل صورته محفوظه هيبته محفوظه، ما ينفع ما يجيش شخص ايا كان هو مين يلعب بيك او يلعب باسم النادي بتاريخ النادي يعني، فالموضوع ده كان السبب الرئيسي فيه هو ان الاعضاء كلها كانت عيله واحده، فان انت تبقى عيله واحده هو ده اللي هيخليك مختلف عن اي كيان في 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 مصر كلها. احب اقول لعيله الاهلي ان يا رب كلنا نفضل مع بعض دايما، يا رب نكون على قلب رجل واحد دايما، يا رب نكون ايدينا في ايد بعض طول الوقت علشان مصلحه الكيان وعلشان يفضل طول الوقت صوره النادي الاهلي دي احلى حاجه في الدنيا ويفضل الاهلي هو رقم واحد في مصر. يعني اوجه الشكر للكابتن بتاعتي لفرقتي لكل حد حمسني واداني باور طبعا للنادي الاهلي دي اول حاجه. اختي اصغر مني 3 سنين بتلعب باسكت لحد دلوقتي موجوده هنا في فيس تيم اهلي. من واحنا صغيرين احنا متعودين على تماريننا ملتزمين طبعا دي حاجه ليها علاقه بالاهلي، الاهلي ده التزام في كل حاجه مواعيد تماريننا دي كانت اهم حاجه، كانت حاجه كده في حياتنا كان بروجرس لازم نوصل له وطبعا كان اهم حاجه نطلع اول، مفيش حاجه انت عارف النادي الاهلي ما بياخدش حاجه غير اول، احنا كان بالنسبه لنا البطولات كلها الحمد لله، انا كنت في الناشئين واخدين كل حاجه زي ما قلت لك، فدي كانت من ناحيه الباسكت. طبعا من ناحيه غير الباسكت ده اللي رج... يعني اللي اداني حب النادي واداني تاني حاجه تدي حب النادي طبعا زي ما بقول لك عيله الاهلي دي كانت الحاجه رجعتني تاني للاهلي، اللي حمسني واداني باور ولا لازم تزيد تشاركي كل ده كان وليد، اداني بوزيتيف انرجي ان انا ارجع لا وادانا كل كشباب عامه يعني رجع لنا النادي تاني. ممكن نخش بقى على سن ده كان تحت 18 سنه دي كانت برضه نفس فرقتي 97 98 عبر المباريات هنا كانت بطوله هنا بطوله المنطقه كان ماتش ضد احنا والشمس كنا خسرانين في الاول وبعدين عوضنا طول الماتش وكسبنا في الاخر، فدي كانت من حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا كنا كانت اول مره لينا نبقى خسرانين في الاول وبعدين نعوض ونلم في الاخر ونكسب يعني، فدي كانت ماتشات مهمه بالنسبه لنا دي انا ماتش فاكراه قوي مؤثر معايا، وطبعا المديريه بتاعتي ما اقدرش برضه لازم اوجه لها الشكر يعني كابتن لبنى دي من اهم برضه مدربين في الناشئين، هي بدات معايا بان انا كنت بشوف الموضوع ده كانت اللجنه الرياضيه كانت منزلاه انه الجماعه تعالوا قدموا في زي انترفيو وحاجات زي كده عشان خاطر في عايزين نجمع ناس منظمين يعملوا بطوله افريقيه، فبدات بقى اخش واقدم ودخلت زي انترفيو برضه كان الموضوع بالنسبه لي في الاول اللي هو طب اكمل ما اكملش طب اشوف الدنيا طب، بس بدات ولقيت الناس جنبي بتساعدني ولقيت الدنيا يعني كله بيحب بعض كله عايز يوصل لحاجه معينه، بدانا اول بطوله دي كانت اول حاجه بالنسبه لنا كانت اللي هو كله كان خايف طبعا ما كانش حد متوقع ان احنا نعمل نجاح كبير زي كده، ودخلنا كلنا وانا حاسه ان الموضوع نجح يعني عشان خاطر كله كان واقف في ظهر بعضه وكان بيحب بعضه ونجحنا من ساعه ما سبت باسكت يعني هنا ما بقتش عايزه اجي زي الاول، بس بعد فقره الشباب زي ما بقول لك وكده وزي وليد برضه جاني بوزيتيف انرجي لا ده النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها كده كله هنا بيحب بعضه كله عايز يساعد بعضه، فانا حسيت ان كل يوم كل يوم باجي بشوف الناس دي كل يوم بنيجي قعدنا بطوله 3 بطولات ورا بعض حاجه حوالي 3 4 شهور ورا بعض بنشوف بعض كل يوم بنشتغل مع بعض فده ادانا حب يعني طبعا عشان النادي الاهلي اكيد عيلة الأهلي فيها من أصغر حد في النادي لأكبر حد في النادي من أول ما بنقول فرد الأمن لحد كابتن خطيب، فأنا شايفة لغاية طبعا الشباب في النص
فانا شايفه ان هي ليها دور مهم قوي، وليها دور مهم قوي برضه في حياتي، ان هي رجعتني للنادي، ادتني انرجي تاني للنادي، ادتني عايزه اخش كنت في النادي، عايزه اعمل حاجه للنادي، عايزه اظهر النادي بشكل حلو، عايزه يعطوا الناس شايفه النادي ده احسن حاجه، الاهلي زي ما الناس بتتكلم عن فعلا الاهلي من بره. بطوله افريقيا بتاعت الطايره سنتين يعني اللي هم بطولتين ورا بعض بتاعت الرجال والسيدات والهاند بول، وطبعا اللائحه ده كان دور كبير قوي، وهما اربع بطولات افريقيه. ايوه واللائحه عايزه اوجه لهم ان احنا نفضل على طول مع بعض، يعني مهما حتى ما فيش بطولات او ما فيش حاجه نفضل في ظهر بعض على طول، ونشوف بعض على طول في النادي، ونسال وزي ما احنا بنسال على بعض على طول وعلى طول على التواصل مع بعض، ده هيخلي العيله تكبر اكبر اكتر واكتر، فهيخلي النادي يتقدم كل شويه، عشان شايفه ان الشباب ده دور مهم جدا في النادي، لان يعني ده احنا يعني الجنريشن اللي جايه، فاحنا اللي هنوصل للنادي كل حاجه.